بدي اقول بدي اقول ولا تينا رح تقول؟ خلي تينا تقول، تينا معوقه. صباح الخير. هاي تينا، كيفك اليوم؟ سافا. كنت عم بقول للمشاهدين انه اليوم في عنا وصفه وحده يلي هي اللازانيا مكسيكان، لانه اليوم وقتنا شوي ضيق. بقى وصفتنا اليوم لازانيا العاديه، بدي اشتغل باللازانيا، بدي اعمل صلصه بيضاء، بدي اضيف لها بهارات المكسيكان، وبدي اعمل خضره. يعني اذا حدا ما عنده مشكل مع الحليب بالصيام في كلا اكيد، او فينا نستبدل بالكريم فريش. واو اون توب، يعني على الوجه بدي امزج التشيدر تشيز مع الناتشوز المطحون بالاضافه للفليفله يلي بدي غطي فيهم وصفتي. شو رايك تينا بلش بالصلصه البيضاء؟ اول مره انت مش حده بالصوص بلانش. تاخفي لك الصوص بلانش، يخلص كورونا برجع لك. هون عم نعمل بشاميل مثل العاده، زبده وطحين. هلا خلينا نرجع نعيد انه اليوم وصفتنا هي الصلصه البيضاء اللي معودين نشتغلها، بس بشو بتتميز؟ اكيد بدنا نضيف لها ملح وبهار ابيض، بدنا نضيف لها بهارات مكسيكان يلي بنلاقيهم بحيلا سوبر ماركت، لانه اليوم وصفتنا بتتميز، منا اللازان العادي، بس اليوم انا عم بشتغل بعجينه اللازان العاديه يلي بدنا نصفصف، بدنا نبلش بالصوص بلانش، بدنا نرجع لازانيا، بدنا نرجع الصوص هون الروج، بس اذا بدك مزيج الخضره مع البازيلا زلة السوداء، شوية من الكزبرة، الفليفلة، جزر، البصل الأخضر، البندورة، صح؟ يلي بدنا نمزجهم. تعرفي لضيق الوقت لأنه اليوم وقتنا شوي ضيق، اشتغل بالاثنين سوا. يلا. لكن أول شيء بدنا نعمل صوص بلانش يلي بدنا نضيف له بهارات المكسيكان، وثاني شيء بدنا نعمل بالخضرة. صوص بلانش، زبدة، طحين، حليب سائل، يعني الوصفة اللي بنعرفها. أوكي. أما هون في عنا الخضرة، مش هو بدي بلش، بدي بلش اليوم بالجزر، فليفلة. كيف مقطعينهم دلال؟ فينا نقطعهم مثل ما بدنا، فينا نقطعهم صغير، صغير وعراض شوي كمان ما بيأثر يعني. هيدا شكل. لكن نرجع بنذكر انه وصفتنا هي الصلصه البيضاء يلي بدنا نضيف لها البهارات المكسيكان، بدنا نعمل مزيج الخضره على نار تينا يلي فيهم جزر وبازيلا وفليفله، شو ما عندنا، كزبره، فينا حتى نحط درا اذا عندنا بالبيت. كمان بدنا نحط شويه من المكسيكان البهارات، وبدنا نرجع نعمل كرامبل، يعني على طول كرامبل، بس هالمره كرامبل مختلف، التشيدر تشيز بالاضافه للناتشوز يلي طحنته مع الفليفله المقصوص صغير. بدي امزجهم كلهم سوا وغطي فيهم وصفتي. لكن اول شيء خلينا نبلش بالجزر. اليوم عم بحكي على جزر ني، لكن اليوم عم نحكي على مزيج الخضره، صلصه بيضاء، بدنا نحطهم ببيركس او بحيلا صينيه، بدنا ندخلهم على الفرن. واليوم بدي اقول للمشاهدين انه اذا بنشتغل باللازانيا على بان ماري، نشتغلها بان ماري تكون اطيب بكثير، بنأكد انه ما بتنشف. هلا ما بعرف اذا حيكون عنا وقت نحطها بالفرن اليوم. هلا رح نحطها بس هيك ما تطلع. ما تطلع بلا ما نحطها. لكن هون عم نحن نفرج المشاهدين يعني هيدي وصفه سهله وسريعه، مثل ما كل مره بقول الاولاد حتى بحبوها. يعني انه هيدي صغار وكبار بيشتغلها، بيقولوا انه انا هيدي حتى وصفه بشتغلها تينا، بحطها بالفريزر لمده اسبوع او اثنين، ما بخلها شيء ابدا يعني. كمان لكن دقيقه بس لتذوب، تبلش تذوب الزبده، بدنا نضيف الطحين، وبدنا نضيف حليب السائل. اليوم بتقولي لي انا ما عم بالي اشتغل بالصلصه البيضاء، بقول لك انه في استبدل بالكريم فريش. هون الجزر على نار بده شويه وقت، بدنا نبلش نحط الطحين، بدنا ننطر بعد دقيقه لتذوب شوي اكثر الزبده والحليب السائل. وبنرجع بنذكر بنقول انه قد ما بنحط طحين قد ما بنحط زبده، يعني اذا حطينا نص كبايه من الطحين بنحط نص كبايه من الزبده. اكيد طعمتها مع الزبده اطيب بكثير، واكيد انه فينا نستخدم الزبده اللايت يلي اكثر سؤال كمان بينسال. اوكي، حنحط الطحين شوي شوي، بدنا نحرك
هيدي وصفة سهلة وسريعة. بس هون بدها تحريك، يعني ما فينا نغيب عنها للطنجة. ما فينا نغيب عنها. إذا عم نعمل بشاميل بنصحكم تعملوا بس بشاميل بلحظتها. إيه يعني مضطرين إنه نضلنا. إيه. إلا إذا في حدا عم بيساعدكم بالمطبخ هيك، خاصة بالبيت. لكن حطينا الجزر. أكيد في حدا. رجعنا حطينا الفليفلة. اليوم حطيت حلوة مش هيك؟ حلوة صح، فينا نشتغل بحيلا فاكهة بحيلا لون. بتحمل شوية حر إذا فينا نحط حر أكيد. بتحبوا حر. ولا دقيقتين بدي بلش حط الحليب. فينا نحط بعد ملعقة طحين. فينا نشتغل بالطحين الأسمر كمان. لكن بدنا نحط هون بهارات تينا بالصلصة البيضاء، وبدنا نحط بهارات كمان بالخضرة. بدنا نحط الحليب شوي شوي، نحن عم نحرك على نار خفيفة، ما بدنا يحترق الحليب. نرجع نزيد. ولا دقيقتين نرجع منحرك الجزر. هلا لو حسينا انه كبت الحليب شوي شوي بيرجع بيفتح. نذكر انه عم نحضر الصوص بالبشاميل للازان. ففي خلطتين، في خلطة الصلصة البيضاء وفي الصلصة الحمراء. هلا بما انك مانك حدة اليوم بدنا ايدتين. مش خلطتين، ايدتين. لكن خلينا نرجع شوية للخضرة، حطينا الجزر والفليفلة، بدنا نحط البصل الأخضر أو البصل العادي. حلو البصل الأخضر معه. هيك طعمته طيبة. سو شو حطينا أول شيء بالخضرة؟ حطينا الجزر. جزر، فليفلة خضراء، بصل. بضل عنا هلا نحط آخر شيء البندورة، الكزبرة، بدنا نحط الفاصوليا السوداء. حلو. شوية من الملح، بهار أبيض. ماني مسترجية أترك الصوص. والبهارات هون الأساسية مش هيك دلال؟ أكيد. إنه تنميز بين لازانيا عادية ولازانيا تطلع مكسيكان. اليوم حبيت اشتغل بهول الخضره، بس فينا نشتغل بحيلا شيء بنحبه. صرنا نقول يعني فينا نضيف شويه حتى من الافوكا، بس بيسود شوي بالفرن. أوكي. كمان بيعطي طعمه طيبه يلي بحب. او بيكي على جنب مثلا فينا نعمل، فينا نقدم ساور كريم او افوكا بعد ما تخلص اللازان بالصحن. صح. لكن عم نشتغل بالصوص بلانش يلي بدنا نضيف له هلا البهارات. لما نقول بهارات مكسيكية هنا أكثر شيء شو فيها؟ بابريكا. صح. حتى كزبرة داخلي كزبرة. فينا يكون فيهم كزبرة يابسة كمان. هيدي عم بت بهار أسود. وجميع البهارات. شوية حتى من الحر. حر إيه كمان. تنحس بالطعمة. هلا رح ضيف البندورة. اليوم حبيت اشتغل بالبندورة المقشرة مع صوص البندورة. أوكي. بس في استبدل بالبندورة المفرومة صغير او بالبندورة الكرزي. بتعرفي لانه بدنا صوص للازانيا. انت اللازانيا ما بتسلقيها قبل ما تصفيها؟ لا، لانه بنشتريها. بدي اقول لك شغله، فينا هلا فينا نشتريها بتكون اوريدي مسلوقه نص سلقه. ايه ما بدها وقت يعني كتير. ما بقى حدا يسلق هيك ياخذ وقت. أوكي. حتى بالفرن انا شخصيا بشتغلها بان ماري. ما بتنشف. حلو. اطيب يعني بنجيب صينيه بنحط لها مي بنرجع بنوضع البيريكس عليها. فوالا دقيقتين قربت تخلص. بتغطيها وجهها او ما في لزوم؟ ما بغطيها بالفرن. لا ما بغطيها، بس ما بحطها على فرن كثير حامي، يعني 180 درجه 160 درجه. أوكي. ماكسيموم. وإذا بنشتغلها بماري أطيب بكثير، لأنه بتعرفي اللازانيا إذا بنتركها أكثر بتنشف. ايه مضبوط. يعني بنلاحظ بنشوف شرحات اللازانيا والخضرة، بس الصوص بنبطل نشوفها كثير. صح.
فوالا. بعدين طيب اللازانيا تكون الصوص شوي كريمة يعني كمان تطلع هيك طيب نحس بس بطعمة اللازانيا لأنه كيف ما اشتغلناها إلا ما تنشف تشرب الصوص لأنه فوالا. لكن مثل ما هون عم نشوف صوص بلانش قربت تخلص بدنا نحط لها البهارات ريحة الفليفلة حلوة. هيدي وصفة سهلة وطيبة. هيدي فليفلة حلوة. بس فينا نحط معها فليفلة حرة أكيدة إذا بنحب. طيبة شوي هيك طيبة لطشة صغيرة حلوة. يلا حاختم الصوص بلانش تينا مع البهارات الملح. صرنا للسماكة اللي بدنا إياها. بهار أبيض. فينا نشتغلها سميكة مثل ما فينا نشتغلها مش كثير سميكة. فوالا خلينا نحط ملح وبهار أبيض. لكن حطينا الاثنين ملح وبهار أبيض وهلا بدنا نحط البهارات تبع المكسيكان. بدنا نحط الفاصوليا. فاصوليا اكيد مسلوقه قبل. مسلوقه اكيد 200% جاهزه هون انجا يمكن نخلطها حتى ما تهلط كمان تهلط. زياده دقيقه لان دقيقه بدي تطفي. هلا هي بدها وقت اكثر اكيد بس ما علينا احنا لضيق الوقت لنقدر نوصل أكيد. الفكره بدنا نضيف الكزبره وبدنا قبل ما نخطم صح هون دقيقه رح تطفي كمان ما علي قبل ما اختم هيدي الوصفه الخضره يلي عم بشتغلها على نار بدي احط شويه من بهارات المكسيكان. دلال شو رايك بعد ما نرجع من البريك نعملها هيك نصفها هيك المشاهدين بيشوفوا هيك ما حندخلها على الفرن ولا لانه خلينا اكيد بدها وقت بالفرن صح خلينا هيك نشتغلها قدام المشاهدين لنقدر نوصل وصلنا الفكره للاخر بس خلينا قبل ما نختم بعد معنا يمكن دقيقه نقول انه هون اوكي نقول انه الخضره خلصت وضعنا كل الخضره يلي نحن بدنا اياها نعم ضفنا شوية من الملح بهار الأبيض وضفنا بهارات المكسيكان يلي منلاقيهم بالسوبر ماركت هون كمان رح أطفي يلي منلاقيهم بالسوبر ماركت أو يلي نحن فينا نعملهم أكيدة وهون بدي أطفي ختمت وضعت الكزبرة الفاصوليا السوداء الجزر البصل الأخضر بالإضافة للفليفلة وحيلا نوع من الخضرة يلي أنا بحبه فيه أشتغله هون اشتغلت بالصوص بيضة صلصة البيضة بس تميزت كمان بالبهارات المكسيكان وهلأ شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب بيريكس بدنا نبلش بالصوص بلانش بدنا نرجع نعمل ليفل يعني بدنا نصفصف اللازانيا يلي بنلاقيها بالسوبر ماركت يلي كمان ما بدنا نرجع نسلقهم مثل ما قبل كنا نشتريهم ونسلقهم هون هلا لا مثل ما هن مندخله بدك نعمل خلطه الكرومبل يلا حتى ما يدهمنا الوقت لما نرجع تكون هيك جاهزه بنحطها على الوجه لكن من شو معمول الكرومبل؟ اليوم عم بحكي بما انه مكسيكان تينا ما حبيت اودع ولا موتزاريلا ولا جرويير طلعت على التشيدر تشيز المبروشه اكثر جبنه بيستعملوها هلا بتقولي لي انا اليوم ما عم بالي ضف لها ناتشوز وفليفله اوكي في اختم هون اليوم جبت ناتشوز طحنتهم كسرتيهم فوالا كثير طيبين رح تضيفي بعد فليفله فليفله يلي ما بحب الفليفله هيدي وصفه بتمشي بلا فليفله اكيد سهولة مثل ما هن بنزيدهم على الوجه مثل ما هن بدنا نمزجهم كلهم سوا وبدنا نغطي فيهم وصفتنا من بعد ما نكون ختمنا باخر كوش اللي هي الصلصه البيضاء رح نكفي يلا. بعد هالبريك تينا انا بعدني عم بشتغل سو بلشنا بشويه صلصه بيضة بالكعب دلع صح. قبل ما نحط شرحات اللازانيا طبقه واحده من اللازانيا حطينا صوص بلانش رجعنا حطينا اللازانيا
رجعنا حطينا صوص بلانش بس رجعنا صوص بلانش عن جديد صح. بنرجع بنكفي بطبقة لازانيا صح. بدنا نشبعها منيح. نرجع بنحط لازان شو رأيك نحط صوص روج؟ بما انه ما حندخلها على الفرن اليوم خلينا هيك نقدر نوصل الفكرة. فينا نعمل كذا ليفل تينا قد ما بدنا. حلوة ملونة. فينا حتى نحط لها زيتون يعني انا اليوم وقفت كمان ايه فكرت بالزيتون لما شفت الفاصوليا تذكرت الزيتون فكرت الاسود كمان فكرت حط زيتون. دلال كنت بدك تخبريني شو عامله بكره، فكرت اول شيء في شيء مشروع كنت رح عيط عليكي. فاليوم قلت لها تينا ما تنسي تساليني شو عامله بكره، قالت لي ليه وين رايحه؟ مش رايحه محل تينا بنلتقي للبيت. ماكسيما في عزمك لعندي على البيت بس ما عم بعزم حدا. لا لا انا عم بطبخ ومني واقفه حدك ده. ولا حدا يعني من الانتبي للبيت هذا الماكسيما اللي عم بعمله. بكره رح نكون سوا كمان اي ان الله شو رح نحضر بكره؟ بكرة حنعمل كيك على كينوا مع حلاوه وبلكي اذا عندنا وقت ما بعرف قد ايه حيكون وقتي بكره بنعمل انتاخت مع توم مع بوم الزاسيان اذا عندنا وقت. حلو اوكي بما انه الوقت عم بدهمنا هلا اليوم. سو مشاهدينا اذا عبالكم هيك تتسلوا بالمطبخ وما بقى عندكم افكار تابعونا بكره. بكره نهار الحلو. بكره نهار ويكند. الحلو يعني حتى لو كل سبت احنا بنعمل حلو في حجر منزلي بس الويكند بضله سبيسيال انا بحسبه دلال فحلو الواحد هيك يحضر اشياء مختلفه. حاختم بتشهي. حبيت كيف هيك تغير لونها على البهارات. ايه شفتي كثير مهمين البهارات. ايه مهمين. وعلى الوجه بنرجع بنذكر قبل رح البريك رح نحط الكرامبل. حضر الدلال الكرامبل يلي هو مزيج من جبنه التشيدر لانه بتستعمل بالمطبخ المكسيكي صح. هلا ما عندي تشيدر بحط حيلا شيء ما بدنا اكيد ما بدنا نعقدها ما بدنا نعقدها يعني. وخلطت مع الجبنه التورتيا تشيبس المكسرين صح وشويه وهلا شو بدي اعمل بدي اختم تشيدر تشيز فليفله فليفله مفرومه ناعم. وهون اللي بيحب الحر اكيد فيكم تزيدوا قرن حر مفروم صغير 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 كمان. هلا لك الحر تينو. انا ماني كثير باكل حر بس أوكي. بهيك اكلات واضح انه الحر بيلبى كثير يلي بحب بس ما بدي انسى انه هي وصفه بتدخلها على الفرن. اكيد وبدها شوية وقت نو بدها شوية وقت اكيد. فرن حامي باماري. حبيت فكرة الباماري. انا كل لازان بعملهم باماري لانه ما بينشفوا. كثير حلو شكلها وكثير حلو مع الفليفله يعني ليك اللون ما احلاه الاخضر. ليك مع الفليفله والناتشوز طعمتها كثير طيبه. الناتشوز بيضلون عم بيقرقشوا حتى لما تذوب الجبنه. حلو. ما بحب الفليفله اكيد ما بيستخدم الفليفله. هي هي كثير حلو يعني سهله وسريعه. سو هيدي كانت وصفتنا لليوم مشاهدينا اللازانيا الطريقه المكسيكيه. بكره رح كون معكم انا ودلال رح نحضر اشياء حلوه وطيبه. تابعونا بكره بنفس الوقت رح ناخذ بريك.